يا شيخ، هذا يسأل عن صلاة التراويح، هل هي خاصة في رمضان وهل لي أن أصلي هذه الصلوات في البيت؟ صلاة التراويح خاصة برمضان، بعد صلاة العشاء براتبتها تصلى صلاة التراويح خاصة في رمضان. أما في غير رمضان قيام الليل، يقوم ما تيسر من الليل في أوله أو في وسطه أو في آخره ويختم ذلك بالوتر. نعم.